باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والوجوب هو مقتضى حكم الله، والوجوب هو مقتضى حكم الله بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الله بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عليه عنه، أي الأثر الناشئ عنه. فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة: أولها الإيجاب، وهو الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء جازما، الحكم الطلبي الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء جازما، وثانيها الوجوب، وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. والإسلام المراد في الترجمة هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام المراد في الترجمة هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب، والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام دينا، بأنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بأنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه، ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام ولزومه، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد غيره، لأنه لا يقبل
من العبد غيره، ولا يسلم العبد من الخسران إلا به، ولا يسلم العبد من الخسران إلا به. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين عند الله، ما فيه من تعيين الدين عند الله مما رضيه سبحانه دينا، مما رضيه سبحانه دينا، أنه دين الإسلام. فلا تتحقق العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، فلا تتحقق العبادة التي خلقنا لأجلها وأمرنا بها إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام. فدين الإسلام واجب، لأنه وحده هو المحقق للعبادة المأمور بها. فدين الإسلام واجب لأنه وحده المحقق للعبادة التي أمرنا بها، فمن عبد الله بغيره كان كاذبا في دعوه، فمن عبد الله بغيره كان كاذبا في دعوه. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، فاتباع دين الإسلام واجب، فاتباع دين الإسلام واجب. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نهي عن اتباع السبل سوى الإسلام، وهو نهي عن اتباع السبل سوى الإسلام. يستلزم الأمر بالإسلام، يستلزم الأمر بالإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا بالنهي عن مقابله من السبل. فقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، فيه تحريم سلوك تلك السبل سوى الإسلام، وتحريمها يستلزم الأمر بمقابلها، أمر إيجاب وهو دين الإسلام. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، فيندرج فيها البدع والشبهات وغيرهما، فيندرج فيهما البدع والشبهات وغيرهما. فتفسير مجاهد للسبل من تفسير العام ببعض أفراده، فتفسير مجاهد للسبل من تفسير العام ببعض أفراده اعتناء به، فإن البدع والشبهات هما أكثر ما يكون في المسلمين شيوعا، فإن البدع والشبهات أكثر ما يكون في المسلمين شيوعا، وأسرع ما يلصق بالقلب علوقا،
وأسرع ما يلصق بالقلب علوقا، فتنفيرا منهما وتعظيما لشرهما ذكر مجاهد هذا في تفسير السبل. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقول المصنف أخرجاه. فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، رواه مسلم بهذا اللفظ وعلقه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث من الدين مردود على صاحبه، أن المحدث من الدين مردود على صاحبه، منهي نهي تحريم، منهي عنه نهي تحريم، منهي عنه نهي تحريم، وهو يستلزم الأمر بمقابله أمر إيجاب، وهو يستلزم الأمر بمقابله أمر إيجاب، والمقابل للدين المحدث هو الدين المعروف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقابل للدين المحدث هو الدين المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، وأعظم المأمور به هو دين الإسلام، وأعظم المأمور به هو دين الإسلام، فيكون واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وأعظم ما جاء به دين الإسلام، وأعظم ما جاء به دين الإسلام، فالإعراض عنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فالإعراض عنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والدخول فيه طاعة له صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم العبد من معصيته صلى الله عليه وسلم فيما جاء به إلا في الدخول به، فيكون الدخول في الإسلام واجباً.